الله يا ريس، دي هتبقى أحلى حاجة تقدمها للمصريين السنة دي، وهتكون سبب في فرحة عظيمة في كل بيوت مصر لما توصلنا للمرحلة العظيمة دي من التطور والإنجاز بالمشروع الضخم ده. إيه هو المشروع الضخم ده؟ وإزاي هيعمل نقلة نوعية في حياة المصريين؟ وإيه اللي الرئيس قاله عنه؟ كل ده وأكتر هتعرفوا في التقرير ده من 5 بالعربي. قبل ما السنة الحالية دي تخلص، مصر هتشهد على حدث مهم جداً هيكون بيحصل لأول مرة في تاريخها، مش الانتخابات الرئاسية لو دماغك راحت ليها، وإنما حاجة تانية ما تقلش أهمية عن الانتخابات إن ما كانتش أهم. في السنة دي مصر هتشهد إنتاج أول عربية مصرية كهربائية، وده ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الملف ده، واللي وجهه لمؤسسات الدولة في بداية سنة 2022. أكد الرئيس السيسي وقتها إنه اعتباراً من سنة 2023 هيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وأضاف إن تكلفة النوع ده من العربيات يعتبر غالي، وبيحتاج بنية أساسية ضخمة علشان العربية دي تشتغل بشكل أو بآخر. وأضاف الرئيس السيسي وقتها إن مصر هتحتاج تنتج ملايين من العربيات دي علشان تعمل عملية إحلال لحجم ضخم جداً للعربيات اللي بتستخدم الطاقة زي السولار والبنزين. تعتبر العربيات الكهربائية دي هي وسيلة النقل الرئيسية في المستقبل بحسب كتير من المختصين والباحثين في المجالات دي، وده لأن العربيات دي بتتميز بأنها نظيفة ومش بتلوث البيئة وملهاش أي انبعاثات كربونية زي العربيات التانية اللي بتشتغل بالبنزين. يعني العربيات دي هتوفر المصاريف الكبيرة اللي بيدفعها المواطنين والدولة سنوياً لاستيراد البنزين والسولار وغيرهم من المشتقات البترولية من برة، وهيكون الأمر مقتصر بس على شحن العربية بالكهرباء من محطات هتتوفر مخصوص ليها. كمان أسعار العربيات دي هيكون أقل من العربيات العادية، خصوصاً لو مصر قدرت تمتلك مصانع تعمل خطوط إنتاج للعربيات دي. بتقوم دول كبيرة في المنطقة حالياً زي تركيا والإمارات بمشاريع من النوع ده لتصنيع العربيات دي في بلادهم، علشان كده بدأوا يستعينوا بالخبراء والمسؤولين الأجانب المسؤولين عن إنتاج النوع ده من العربيات زي إيلون ماسك رئيس شركة تسلا واللي بينتج عربيات تسلا الكهربائية. بالتالي فمصر لما تنتج العربيات دي هيكون ليها السبق، مش إنها أنتجت عربيات المستقبل بس، بل ومن الممكن إنها تتحول لمركز إقليمي وممكن مركز دولي لإنتاج العربيات دي. وطبعاً ده هينعكس في انخفاض أسعار العربيات عموماً في مصر، وهيقوم بأحلال العربيات دي مكان العربيات القديمة واللي بيوصل عمرها لأكتر من 60 أو 70 سنة في شوارع مصر. وطبعاً ده بيكون ليه تأثير سلبي زي كثرة الحوادث وزيادة معدلات التلوث والزحمة وغيرها من المشاكل اللي بتسببها العربيات القديمة والمتهالكة اللي بيركبها المصريين. فهل تفتكر إننا هنشوف العربية دي السنة دي، ولا المشروع العظيم ده ممكن يتأجل شوية؟